في الطريق. الرسالة الأولانية وصلت بالظبط. أطمنك أول بأول يا سليم. مع السلامة. بقول لك أنا عيل. فكرة سليم بيمكن يسامحني وينسى اللي حصل؟ هو هينسى اللي حصل. وهينساك أنت كمان. عشان قبل العملية دي ما تخلص هنكون خلصنا عليك يا جدع. هاتوا الفلوس. مش المفروض ياض الظابط يبعت لك رساله يقول لك فيها انه اتحرك هو كمان؟ لا انت ايه حكايه امك معانا؟ ليه؟ انت جاي تنصب عليا ولا ايه؟ من امتى سيب الوزان بينصب في شغله؟ انت ناوي على الغدر ولا ايه؟ انت اللي ناوي على غدر، ولو الفلوس ما طلعتش دلوقتي مش هيحصل كويس. رفيق الفلوس تحت رجلك ولا الشرعبيه. فلوس ايه دي اللي انت بتتكلم عليها؟ هي فين الفلوس دي؟ هي فين الفلوس؟ انت جاي تستغني ولا ايه؟ كده متلبس ياسين باشا صح؟ هدي عشان دي بتاعتنا مش بتاعتي. هدي. مش قلت لك ان انا نازل؟ فين فارس؟ فين فارس؟ معرفش حد بالاسم ده. ورحمه امي لو ما قلت فين فارس ما هتلحق حتى توصل المديريه. معرفش حد بالاسم ده. انت معرفش. ايه يا عصام؟ انا رايح الحق رويح حجزنا في المزرعه عند سليم. رؤية ملهاش ذنب في اللعبة دي يا عصام. حاول تلحقنا.
ايوه. ايه؟ قبض على سليم الوزان؟ ايه؟ امتى الكلام ده؟ طب اقفل انت وانا هتصرف. قبضوا عليه؟ قبضوا عليه ازاي؟ ما انا قلت له بدل المره 100، يا سليم مش وقته، العين علينا مفيش فايده. كله من ابن الكلب اللي اسمه فارس ده. بس انا هعرف احرق قلبه ازاي؟